تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. وصباح الخميس الونيس مستمعينا، نرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في هيئة الصحة في الإعداد وفي التنسيق والمتابعة، عندنا أستاذتنا إسراء الهاشمي، وكالعادة مخرجنا المبدع دائما نمار محمد، ومقدمتكم اليوم معاكم دكتورة هند العوضي. أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما تعودتم مستمعينا قبل ما نبدأ حلقتنا، نذكركم بالثلاثي اللي لازم أنتوا تلتزمون فيها عشان تحمون نفسكم من كوفيد-19. أولا، احرصوا على ترك مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، دائما لا تقل عن مترين. ارتداء كمامكم بالطريقة الصحيحة طوال الوقت. وفي الأخير، تحرصون على غسل إيديكم بصورة منتظمة لا تقل عن 20 ثانية. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة، راح نتناول آخر الأخبار الصحية العالمية، بتكون معانا كالعادة أسماء الجناحي بتعطينا آخر أخبار التواصل الاجتماعي، وبعد راح نتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الحساسية، وبعدين راح نتطرق عن ضعف العضلات عند كبار السن، وفي الختام راح نتحدث عن الصحة النفسية ووصمتها في المجتمع. وناخذ أول خبر عالمي يقول النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل يمكن أن يهدد طفلك بنقص فيتامين B12. قالت الجمعية الألمانية للتغذية أن الحوامل يوم يتبعون نظام غذائي نباتي أثناء حملهم وأيضا رضاعتهم، هذا يؤدي أن يزيد من خطر إصابة الطفل بنقص فيتامين B12. هذا الفيتامين جدا مهم لتطور الطفل هذا وخصوصا تطور المخ، وعشان نتجنب هذا الخطر توصي الجمعية المرأة النباتية أثناء حملها ورضاعتها لازم تستشير طبيبها لبحث إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية اللي فيها فيتامين B12، علما أن هاي المنتجات الفيتامين B12 احنا كلنا نعرف أنه موجود في منتجات الألبان ومنتجات اللحوم، وهذه المنتجات اللي الشخص النباتي بالعادة يتجنب أخذها. خبرنا الثاني يتحدث عن فيروس كورونا اللي هي الخصائص البيولوجية اللي تخلي الشخص ناقل فعال لفيروس كورونا. قام علماء من جامعة سنتر فلوريدا الأمريكية بمحاكاة العطاس في أنواع مختلفة من الأشخاص باستخدام نماذج تم إنشائها بواسطة الكمبيوتر، وقدروا يحددون الميزات البيولوجية اللي ممكن أن تجعل هذا الشخص ناشر فائق للفيروسات مثل فيروس كوفيد-19. وحددت الدراسة اللي نشرت في مجلة Physics of Fluids الارتباطات بين السمات الفسيولوجية للشخص وقدرته على انتقال قدرات العطاس لديهم وبقائها في الهواء. وقالوا العلماء إن الميزات للأشخاص مثل الأنف إذا كان مسدود أو شكل الأسنان ممكن أن تزيد من احتمالية انتشار الفيروسات من خلال التأثير على مدى انتقال القطيرات هذه لما هم يعطسون.
وطبعا الباحثين قالوا أن يوم يكون أنف الإنسان مفتوح وسليم تنخفض السرعة والمسافة اللي تسافر بها هذه القطيرات. ليش؟ لأن الأنف المفتوح يوفر مسار سلس لخروج العطسة، وبالتالي تضعف من قوة الرذاذ المنطلق من الفم. وإذا كان الأنف محتقن فإن المنطقة اللي ممكن يسبب العطاس بتكون ضيقة جدا، وهذه راح تزيد. هذه يعني تعتبر خاص يعني شيء، إحنا حين نتكلم عن الفيزياء يعني اللي يدرسون الفيزياء راح يعرفون إن كل ما كان المكان ضيق هذا راح يؤدي إلى زيادة سرعة خروج القطيرات وراح تخرج لمسافة أبعد. ننتقل لفقرة السوشيال ميديا، وكالعادة أسماء الجناحي بتعطينا آخر مستجدات السوشيال ميديا وما تم تداوله خلال اليوم والأمس. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة سرور دبي. شو عندك من آخر الأخبار حقنا اليوم أسماء؟ أول شيء نقول لهم خميسنا ونيس إن شاء الله، ونتمنى أنهم خلال العطلة يخصصون أوقات يمارسون فيها هواياتهم أشياء ما لها علاقة بالعمل عشان يفصلون. أحيانا الشخص يحتاج أنه يفصل عشان يبدأ يوم الأحد بحيوية وطاقة. أيضا من ضمن نحن مستمرين في حملة السكري، حرب السكري في قنوات التواصل الاجتماعي، وكانت أهم الأشياء اللي حطيناها يوم أمسي العوامل الخطر للإصابة بمرض السكري. أيضا كان في فيديو يتكلم عن تجارب ثلاث أشخاص أو ثلاث نساء جايين من دول عالمية أو من العالم لإجراء جراحة المناظير، وكان عنوان المستشفى اللطيفة وجهة عالمية لجراحة المناظير. تعتبر جراحة المناظير النسائية لموجودة المستشفى اللطيفة من الجراحات يعني اللي عليها طلب وايد كبير، مو بس داخل الدولة أيضا من خارج الدولة. أيضا نحن دامنا نحن مقبلين على عطلة نهاية الأسبوع، نتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية، مثل يعني وتجنب الأماكن اللي فيها زحام. إذا صاروا مكان حسون شوي زحمة يتجنبون هاي الأماكن، يختارون أماكن ما فيها الزحام ويستمتعون مع أسرتهم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء. مثل ما ذكرت أسماء الجناحي، ما زلنا إحنا في حملة التوعية بالسكري. شهر السكري معروف أنه هو شهر نوفمبر. نذكر مستمعينا أن إذا أنتم حابين تعرفون عن أي معلومات عن السكري، إنستغرام هيئة الصحة مليء بهذه المعلومات القيمة. وهذا الشهر إحنا يعني حرصنا أن نذكر معلومات ما جد انذكرت من قبل، ومعلومات جدا قيمة وجديدة في المحتوى. مثل ما قالت أسماء، إحنا في الخميس الونيس، لا تنسون أعزائي المستمعين أن لازم أنتوا عشان تكونون فعالين في الأسبوع القادم لازم أنتوا تستمتعون بعطلة الأسبوع. وطبعا هذا الكلام بعد ينطبق حق أسماء وللجميع اللي يعني يشتغلون على وتيرة جدا عالية وجدا على مدار ساعات طويلة. أنا دائما أنصحكم مستمعيني ضروري عشان تحافظون على الطاقة عندكم ومخزون الطاقة عندكم، لازم أنتوا خلال الأسبوع تقومون بنشاطات مختلفة غير عن العمل اليومي والروتيني، واستغلوا أن الجو جدا جميل، استغلوا الخروج للحدائق البار. وايد وايد من فعاليات موجودة في الإمارة وخارج الإمارة أنتوا تقدرون تستغلونها أثناء الإجازة. وبعد أسماء حدثتنا عن فيديو جدا شيق موجود في صفحة الإنستغرام عنا عن تجارب ثلاث نساء في مستشفى لطيفة. يعني مستمعين إذا أنتوا بعدكم ما شفتوا الفيديو أنصحكم تروحون وتشوفون الفيديو. وبعد ما زلنا احنا في تحدي 30-30، ولازم اذكركم مستمعينا مارسوا الرياضة، لان هذه احدى الاشياء اللي ممكن انتم تفصلون عنها عن التوتر اليومي. 30 دقيقة في كل يوم ممكن ان تساعدك على المدى القصير والطويل في حفاظك على صحتك البدنية النفسية وغيره. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع
فقرة جدا مهمة ونتكلم عن حساسية الغبار مع دكتور حسين. فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعاني الكثير من أفراد المجتمع من الحساسية اللي تعدد أنواعها، فهني عندنا حساسية الغبار أو من الأطعمة أو حتى حساسية من بعض الأدوية، وفي الكثير بعد يعانون من حساسية من لدغات الحشرات أيضا. للتعرف على هاي المشاكل يسعدني ويشرفني أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسين علي الحتاوي، استشاري ورئيس قسم المناعة والحساسية في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور، لو شوي تحدثنا عن أنواع الحساسية بشكل عام. الحساسية طبعا ممكن تأثر بأي جهاز من أو أي جزء من أجزاء الجسم، بس يعني أكثر الأشياء أو الإنسان اللي يحس فيها هي الجهاز التنفسي، يعني اللي هي تشمل الجيوب والأنف وتشمل الشعب الهوائية والرئة نفسها. بعدين في حساسية يعني ممكن تأثر بالجلد، ففي كم نوع ممكن يقع بالجلد عن طريق يعني بسبب الحساسيه. وفي حساسيه تضرب بالجهاز الهضمي، واكثر مو كلها يعني بس اكثرها تكون الاكل. وتقريبا هاي انواع الحساسيه الرئيسيه. بعدين في عندك انواع ثانيه عامه تكون، يعني مثلا لو يدخل العامل المحسس اكثر عن الجهاز يتاثر في نفس الوقت. بما ممكن يسمى صدمة تحسسية، أو بمعنى آخر حو حتى يمكن يسمى ارتكاريا. هذه إذا أخذ نوع معين من الحساسية ممكن عادي كل الأجهزة تضرب مع بعض في وقت واحد، تقصد دكتور؟ نعم، إذا الشخص متحسس من عامل معين وخذا وايد أجهزة تضرب كلها في نفس الوقت. زين دكتور، لو شوي تحدثنا عن نبدأ بحساسية الغبار، شو سبب هذا النوع من الحساسية دكتور؟ حساسية الغبار يعني يمكن في عوامل معينة ما أعرف من زمان، يعني قبلين هل كان فيهم هذا الشيء وايد ولا لا، بس حاليا يمكن عشان نحن عندنا حجر مغلقة، عندنا تكييف مثل مغلق، في عندنا رطوبة عالية، ومعروف أن المدن الساحلية تساعد أن الغبار نفسه يعني قبلها خليني أعرف أن الغبار نحن ما نتحسس من الغبار نفسه، من أثة الغبار المنزلي اللي هي حشرة صغيرة. أيوة. من فصيلة المايت اللي ما تنشاف بالعين، هي تتغذى على اللي طاير من جلد الإنسان، عشان شيء اسمه العلمي بالإنجليزي ديرماتوفاجويدس، يعني أكلها لجلد اللي طاير من جلد الإنسان. أوكي. يعني مع الزمن هاي الحشرات الصغيرة تتكاثر وأجسادها تموت وتكون جزء من الغبار، وغالبا يكون هذا الشيء داخل المنزل عشان في الخارج ما تقدر تعيش الكثر. فهذا يعني واحد من الأسباب الرئيسية. عندك سبب ثاني، العوامل الوراثية. في بعض الناس حتى لو الغبار عندهم يعني بيئتهم عالي ما يتأثرون، فإذا في عامل وراثي، اجتماع العامل الوراثي مع العامل البيئي اللي هو كثرة الغبار والصكة وهذه الأشياء اللي قلت لك عنها، فيخلي الشخص يتحسس. وتلاحظين يمكن هذا الشيء شايع، إن عائلة واحدة كل الأفراد متأثرين، ليش؟ عشان عندهم العامل الوراثي وكلهم نفس البيئة. أيوة أوكي. يعني تقلت معلومة جدا مهمة دكتور، إنه هو مش الغبار بالمعنى اللي إحنا الناس تفهمه، هي في كائن يسبب هاي الحساسية، وبعد ما هذا الكائن يموت يترك أثر، وهذا الأثر هو اللي يسوي الغبار، وبالعادة تكون في الغرف المغلقة. يعني دكتور بتخبرنا شوي عن طرق الوقاية من حساسية الغبار؟ في أشياء معينة ممكن الشخص يسويها، اللي ما متحسس ممكن يسويها، يعني بيساعد إنه مثلا ما حساسية ما بكي أصلا، بس اللي متحسس بتفيده أكثر. منها عدم الجلوس على الأرض، عشان الغبار غالبا يكونوا مثل ثقيل، ما يكون مطاير وايد. أيوة. بعد التنظيف أو بعض الحركة
بعد الحركه الغبار ممكن يتطاير لمده كم دقيقه، يكون موجود في الجو عقبها ينزل شوي ينزل. فاكثر اللي ينظفون يعني حتى هذا في ربات المنزل او الحريم اللي ينظفون في بيوتهم وايد فيهم الاعراض، مع انهم يقولون انا بيتي نظيف انا دوم انظف، عشان هم دوم ينظفون يخلون الغبار يتطاير. فواحد من الاسباب انه هم ما ينظفون بشكل مباشر. بعدين في شيء اير بيوريفاير او اير فلتر من فصيله من تقنيه هيبا. انا بغيت اسالك عنها دكتور، هل هذه منها فايده يعني هاي الاجهزه؟ نعم اللي نشوفها. نعم منها فايده، بس اذا كانت تقنيه هيبا او نانو تكنولوجي انها تمسك جزيئات صغيره جدا بنسبه عاليه فوق 99.9% هاي بتكون مفيده، او 99.7%. فهاي منها فايده، بس يشترط انه ما يكون معاها مرطب في نفس الوقت او هيوميديفاير عشان المايتس هاي الحشرات الصغيره تعيش او تنتعش بالرطوبه، عشان هاي الطريقه اللي تتكاثر فيها او تتغذى فيها. حتى اذا كان الجو وايد جاف ما تقدر. فعموما هي عندهم عندنا الرطوبه عاليه، بس اذا الرطوبه نزلت عن 50% هذه بيئه يعني شرسه حق أثرت الغبار هاي، فما تقدر تنتعش. أوكي. بعدين في أغطية معينة تستخدم حق الفراش مثلاً، أو حتى مثلاً يسمونها مثلاً ماكرس بروتكتر كذي تباع في محلات المفروشات. والواحد يعني يتجنب إن يحط سيراميك أحسن بدل ما يحط زوالي، والموكيت أو في الموكيت اللي يقول ضد الحساسية، هل هذا الكلام صحيح دكتور ولا؟ بس كلام تجاري. لا مو تجاري، بس يعتمد بعضهم طريقة التسويق يعني. أيوة. ليش؟ عشان ما يخلي الغبار نفسه يمسك فيه. فإذا كان الشيء قابل يمسك بالغبار، الغبار بيتم يعني عثة الغبار بتتم تعيش فيه وتموت وتتكاثر وتموت. فهذا يخليها وايد غنية بهالعامل. فوايدين حتى يعني يعرفون إن الزوائل القديمة ممكن تعبهم حتى مجرد اللي يحركونها ويسمع عليها. طيب دكتور، أثناء التنظيف مثلا إذا كانت ربة البيت تعاني من الحساسية هذه، هل ينفع إذا هي ارتدت إجراءات وقائية مثلا القفاز أو الماسك مثلا، هل بينفعها أثناء التنظيف ولا ما؟ بس أحسن أنها ما تنظف روحها. أوكي، تكلف شخص ثاني. تكلف شخص ثاني وبعد ساعتين ترجع المكان. بعد ساعتين ترجع المكان. دكتور أنت قلت معلومة وايد مهمة عن الجهاز، يتأكدون من نوعية الجهاز وجودة الجهاز. في فرق بين الهيوميديفاير اللي انت قلت عنه والإير بيوريفاير، هذا وايد مهم. أحس الناس بتلخبط فيها، فإذا هم يبون من الغبار يحمون نفسهم من حساسية الغبار يأخذون البيوريفاير دكتور، صحيح؟ بالضبط، بدون الهيوميديفاير، بدون ما يكون في مرطب الجو. دكتور، هل هاي الحساسية ترتبط بفئة عمرية محددة أو أن الكل معرض للإصابة بها؟ الكل معرض، بس أكثرهم الشباب أو الصغارية اللي توهم يكبرون، يعني خلنا نقول من عمر 6 سنين وزاير لين خلنا نقول 50، هاي لأكثر فئة معرضين لنا فيهم. بس بعد لا زال اللي فوق 60 ممكن يهم، اللي تحت 6 ممكن يهم عادي يعني. بس صعب حديثي الولادة، صعب أنهم يكونوا متحسسين للغبار. ليش؟ عشان هم جايين من بيئة نظيفة ما كان فيها غبار، ما كونوا أجسام مضادة. بالضبط، ويحتاجون وقت يكونون أجسام مضادة ضد الغبار، وهذا هي التعرف. فممكن يبدأوا ياهم من عمر 2-3 سنين بعضهم. أوكي، يبدأوا ياهم وعقبها يتم يتفاقم على حسب البيئة. شو أكثر الأنواع حساسية من خبرتك دكتور، يعني أنت تشتغل في قسم المناعة والحساسية، شو أكثر الأنواع حساسية شيوعا عندنا في دولتنا؟ أكثر أنواع على الأرض، يعني أكثر نوع شايع اللي هو حساسية الأنف التحسسي، وأكثرهم من الغبار المنزلي. بعض الأشياء الثانية ممكن يكون عندهم، بعضهم يكون عندهم حشيش الأشب، ممكن بعضهم يكون من القطط وايد خصوصا يربون قطاوة، وحتى بعضهم حتى يتحسون من قطاوة مجرد أن القطاوة مثلا حوالي بيتهم أو شيء. ويجي بعض الأحيان من طلع النباتات، طلع الشير أو طلع النباتات، في عنا نباتات تطلع في السكيك وحوالي الشوارع، هذه بعد يعني سبب حساسية. هذا في الربيع أكثر يكون، صح دكتور؟ فصل الربيع بعض الأحيان ممكن، بعض الأحيان ممكن نعم. فأكثر أنواع الحساسية من الأنف. من الأنف، أوكي. دكتور، كيف ممكن إحنا نعزز مناعة ذاتية ضد بعض الأنواع من الحساسيات؟
هو ما في شيء اسمه تعزيز مناعة. هو إذا كان واحد صحي مثلا في بيئة صحية يأكل أكل صحي متكامل رياضة ما شيء تفكير يعني ما في استرس على البادي، يوم يسوي استرس تطلع أشياء داخل ممكن الواحد يضعف مناعته. فإذا ما فيها العوامل الواحد تكون مناعته طبيعية، بس في بعض الأشياء يعني تساعد ضد الحساسية، عشان ما في شيء مناعي ضد الحساسية الواحد ياخذه ممكن يكون مناعته ضد الحساسية تتحسن، لا بس ممكن واحد يحسن مناعته ضد مثلا أن يلقط التهابات فيروسية أو يلقط التهابات بكتيرية متكررة. فمن هالواحد أن تغذيته تكون سليمة، ما تكون ناقصة فيتامينات معينة، مثلا في عندك مثلا الزنك معروف أنه جيد حق المناعة، مثلا في أنواع عسل، في عسل معين اسمه هذا اسمه مانوكا اسمه، اي تنصح فيه دكتور تنصح فيه؟ عشان هذا انا ما استخدمته بروحي يعني، بس سمعت عنه في ناس استخدموه وفعلا كان يجيب نتائج يعني الواحد يوم يحاسب وزين انه يقول لك الوقايه خير من العلاج. والشيء الثاني الواحد اذا يثق اعراض ما يتجاهلها، ليش؟ عشان الواحد اذا بدت وياه اعراض تحسسيه في الاف وتجاهلها تتحول ممكن الى المستقبل الى التهاب جيوب انفيه مزمن. أيوة. وبعدين هذا ويا الزمن يسبب سماكة في الغشاء الداخلي المبطن للجيوب. حتى لو الحساسية خفت يتم الواحد عنده كله خشمي يصطك وعنده إفرازات تنزل في البلعوم وشي، وهذا الشيء شائع إنه ترى كثير شائع إنه يمكن بحسب طبيعة بيئتنا والغرف المغلقة والمكيف يمكن دكتور بعد هذا يزيد، والوراثة مثل ما ذكرت دكتور. وردنا سؤال إن أنا يعني لما الطفل يلمس أنفه باستمرار وهذا فيكثر من العطس والها، هل هذا إحنا نقدر نشك إنه هو عنده حساسية من نوع معين ولا هذا رد فعل طبيعي؟ لا أحسن الواحد يشك، فالواحد اللي يشيك أحسن، عشان بعض الأحيان ممكن على الصغر تستوي الحساسية هذه، عشان يوم يكون يعني مثلا تعرف إنه فعلا فيه غبار وحساسية غبار موجودة، تغيير البيئة مهم دائما الناس يكبرون فيها، وحتى مو بس هذا حقه، هو حقه وإخوانه مثلا وإخوانه بعد. ففحص الحساسية يعني هو بسيط عن طريق الدم، مو 100% بس نسبة عالية ممكن يشيك فعلا إذا عنده حساسيات ولا لا. وهذا الفحص إحنا نسويه عنا في هيئة الصحة. نعم. دكتور صح تسوونه عندكم. نعم. في العيادة بالضبط. دكتور حسين لو تعطينا يعني آخر نصيحة توجهها للمستمعين. آخر نصيحة شرط ما قلت أنا، يمكن تميت أقول نصايح وأنا أقول هذا، فبشكل عام الواحد دوم ينتبه يعني إذا في أعراض في الخشم، عشان في فرق بين أعراض الحساسية والواحد يعني يجلس جامع أو شيء عابر. بعضهم يقولون أنا خشمي مسكر من سنة أو من سنتين، أو يقول عندي زكام من سنة ما يخلص عندي. أيوة. هو هذا ترى ممكن يكون حساسية، فأحسن الواحد يشيكها، فدوم الواحد يوم يشك يشيك أحسن. جميل دكتور، اليوم ما شاء الله الأسئلة كثرانة عندنا دكتور. لو في حد سألنا إذا أنا عندي حساسية من نوع معين من الطعام، هل ممكن يأثر على حساسية الأنف؟ هل يتدخلون مع بعض ولا؟ بقول لك شوفي الارتباط بينهم ضعيف بس لازال موجود يعني. أيوة. ممكن نادر ما تشوفين أن في حساسية تأثر بالأنف فقط، بس بشكل عام إذا الواحد يتحسس من أكل وكلاء وجسم كله يتأثر، واحد من الأجهزة اللي ممكن تتأثر منها الأنف. بعضهم شو يستوي الأنف والجلد والصدر بدرجات متفاوتة، فنعم معاً في علاقة، بس العلاقة مو قوية وايد إذا كانت منفصلة، إذا كانت متصلة العلاقة تكون قوية. والله دكتور حسين أحس يبالنا حلقة كاملة نتكلم فيها عن حساسية الأطعمة بعد والفحوصات الجديدة اللي قاعدة تطلع. ما عندي مشكلة. أي إن شاء الله دكتور حسين علي، الحديث معك جدا شيق وممتع، وشكرا على وقتك الثمين وشكرا على معلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. طبعا أعزائي المستمعين اللي حاب شاك أنه عنده أي نوع من الحساسية أو حاب يستشير الدكتور موجود في مستشفى دبي، هو وفريق عمله يقدرون يأخذون الموعد يستشيرونه، وإذا حابين يسوون أي فحص من فحوصات الحساسية هاي كلها متوفرة عندنا في هيئة الصحة في دبي. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي لهذا اليوم هي الذئبة. شو نقصد بمرض الذئبة؟ هو مرض مناعة ذاتي، يعني من جسم الإنسان، نقصد بالمناعة الذاتي إن مناعة جسم الإنسان نفسها تهاجم يعني الجهاز المناعي للإنسان، يهاجم الأنسجة والأعضاء الموجودة في الجسم نفسه. هذا الالتهاب ممكن أن يأثر على العديد من أنظمة الجسم المختلفة، يعني including مع المفاصل والجلد والكليتين، خلايا الدم والدماغ والرئتين. أكثر علامة مميزة لمرض الذئبة هي ظهور طفح في الوجه يشبه أجنحة الفراشة، يكون بعرض الوجنتين في العديد من حالات الذئبة. طبعا لأنه مرض مناعة ذاتي لا يوجد علاج لمرض الذئبة حتى الآن، ولكن ممكن أن الأطباء يقدمون علاجات مساعدة عشان يتحكمون في الأعراض فقط. ومن مرض الذئبة ننتقل إلى ضعف العضلات عند كبار السن. احنا كثير نعرف ان مع التقدم في العمر الكثير من التغيرات الفسيولوجية تصير في جسم الإنسان ووظائف الأعضاء بشكل عام، ومن ضمنها ضعف في العضلات، وممكن حتى ان يؤدي إلى ضمور في هذه العضلات وعدم قدرتها على الحركة وان تؤدي وظائفها بالكفاءة المطلوبة. معانا اليوم راح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ هيثم محمد فياض، أخصائي العلاج الطبيعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذي. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير لحضرتك ولكل المستمعين الأحباب. إن شاء الله بإذن الله أقدر أفيد الجميع إن شاء الله بإذن الله النهاردة. أكيد أستاذ هيثم، لو شوي تحدثنا عن سبب ضعف العضلات عند كبار السن. هو بالنسبة لأسباب ضعف العضلات، هو نقدر نقسمهم لسببين. في سبب اللي هو البرايمري اللي هو الأساسي، دوت بيحصل في كل الأشخاص نتيجة تقدم العمر. وفي سبب تاني طبعا اللي هو بخصوص الأمراض أو الحالة الصحية. فهو اللي هنتكلم عليه النهاردة هو البرايمري أو الأسباب الأولية اللي هي بتحصل لكل الناس عامة. الأسباب الأولية. تفضل. لا كمل أستاذ، أسمعك. فالأسباب اللي هي الطبيعية، هو الجسم عامة أول ما الإنسان بيتولد بيبقى في مرحلة اللي هي البناء ومرحلة هدم، دي مرحلة طبيعية جدا في كل الأوقات. لما الشخص بيبتدي يكبر شوية في السن، فبيبتدي مرحلة البناء تضعف شوية نتيجة تقدم العمر، تأثير الدورة الدموية. فده بيأثر طبعا على العضلات، وبيبتدي إن هو تقلل القوة بتاعتها وحجمها، الكفاءة اللي تقدر تقوم بيها. طبعا حوالي يعني في مثلا احصائيات اتعملت كتيرة جدا على العضلات، وان هي بتحتوي على 60% مثلا مخازن بروتين. فلما العضلات تبتدي تفقد البروتين بتاعها بالنسبة لكبار السن او كده، فبتبتدي ان هو حجمها يقل، وبتقل طبعا في الحاجات في الانشطة والكفاءة، يعني حاجات كتيرة جدا يعني. طيب كيف ممكن احنا نقي نفسنا من ضعف العضلات؟ يعني احنا كلنا راح نتقدم في العمر، فشو تعطينا من نصايح نحمي نفسنا من هذا الضعف؟ النصيحة الأساسية هي طبعا استمرار الحركة والنشاط الحركي، المحافظة على النشاط عامة بصورة طبيعية في الوظائف الطبيعية، بحيث ان هو اقدر اعتمد على نفسي في كل الوظائف في حدود امكانيات كل شخص، في حدود الحالة الصحية اللي تناسبه. بس لازم طبعا يبتعد عن حاجة اسمها sedentary life أو الحياة اللي هي المريحة، لأن الكسل يعني الراحة بالنسبة عن الكسل يعني، والواحد ما يتحرك طبعا يعني هو كسل من الأسباب اللي بتؤدي إن ضعف العضلات وضمور العضلات بيكون بصورة أسرع. بالطبع. يعني النشاط الحركي بيقلل التأثير بتاع
كبر السن على العضلات يعني. بالطبع. يعني انا بس حابب ان انا اقول احصائيه عشان يعني الرقم طبعا. بصراحه مفزع جدا يعني ان هو ليش تفزعنا استاذ هيثم احنا يوم الخميس اليوم؟ يعني هو يعني مثلا هنقول ان هو جرس انذار كده بالنسبه مثلا لكبار السن ان هو مثلا الشخص عند 65 ل 70 سنه بيفقد حوالي 14% من العضلات بتاعته، في سن ال 80 سنه بيفقد 53% من العضلات بتاعته لو ما حافظش عليها. فدي اهميه الرياضه لو ما حافظ عليها الطبيعي. ايوه فلازم احنا نحافظ كده. عليها بالظبط. أيوة. كده بالظبط، لان دوت هيساعدنا في كل الوظائف الحيويه في الجسم عامه. جميل. طيب في نصايح عامه توجهها لكبار السن عشان يتعايشون؟ يعني الحين بعضهم خلاص صارت عندهم ضعف العضلات، في نصايح احنا نقدر نوجهها لهم عشان يتعايشون مع هذه المرحله؟ اه، هي اللي نقدر ان احنا نعمله ان احنا نشجع كبار السن طبعا مع اخذ الاحتياطات اللي هي التباعد والالتزام طبعا علشان الفتره بتاعت الكورونا. لكن حتى ممكن لو حتى نشاط مثلا جوه الحديقه مثلا، هو المفروض النشاط اليومي بيبقى حوالي 30 دقيقه، فممكن نقسمه مثلا تبقى 15 دقيقه مثلا في الصبح او في اخر النهار. ممكن جزء تاني يعني مثلا زي شوبينج او الحركه او ان الواحد يروح حديقه. أيوة. المشي عامه او السباحه، اي نشاط رياضي يعني يكون مقبول على حسب قدرة كل شخص. طبعا دوت هيساعدنا ان هو الكبار المواطنين هيكونوا اكتر نشاط في الوظائف الحيويه اللي هي الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، اللي هو الحياه اليوميه او الممارسات الطبيعيه اللي هو بيعملها الوظيفيه. وفي نفس الوقت هيساعدهم على انهم يكونوا مندمجين مع المجتمع، يعني ما يبقاش في عزله او ان هم يبقى في تباعد، ان هم بالعكس يبقوا مشاركين واكتف بصوره ايجابيه يعني في المجتمع يعني. وشو اهميه العلاج الطبيعي استاذ هيثم في تقويه هاي العضلات؟ اهميه العلاج الطبيعي ان هو بيحافظ على العضلات نفسها من الضمور ومن الضعف. العضلات دي لو حافظنا عليها هنقلل التهابات المفاصل. دوت من الحاجات اللي هي مثلا بيعملها بالنسبة للحركة. هيحافظ على ان الشخص يكون بعيد عن المشاكل اللي هي مثلا ان هو يتعب بسرعة او مشاكل التنفس او مشاكل ان الشخص لا قدر الله يصيبه امراض زي ضغط الدم او ارتفاع الكوليسترول او الاصابة بامراض السكر من الدرجة الثانية. استاذ هيثم، في نصيحة تعطيها بشكل مختصر للمستمعين عن هذه المشكلة ضعف العضلات عند كبار السن؟ احب اقول بس ان هو يعني لاي شخص ان هو يحاول يبتدي ان هو يمارس رياضة من قبل حتى ما يوصل لمرحلة الشيخوخة، لان ده يعتبر كأنه بيبني للمرحلة اللي هو داخل عليها، لان هي مرحلة فيسيولوجية هتحصل لكل الناس. فالافضل ان هو يكون جاهز ليها قبل ما تبتدي. طبعا بقول برضو للناس اللي هي وصلت لمرحلة مثلا شيخوخة او كده ان هو يحافظ على الحركة على قد ما يقدر، بحيث ان هو يبعد عن الكسل او التكاسل او كده، ويخليه نشط في معظم الاوقات يعني ان شاء الله بإذن الله. وفي شيء أنا لاحظته في العديد من كبار المواطنين، إن سبحان الله بعد ما يصير لهم كسر معين في مكان معين بعدين يصيرون يخافون من إن يرجعون يتحركون مثل ما كانوا قبل. فأنا أحس هني دور العلاج الطبيعي ومع السبورت النفسي هذا جدا مهم إذا تعرضوا لأي حادث، عشان نشجعهم إنهم يرجعون يتحركون ما بعد الحادث. توافقني رأي أستاذ هيثم؟ أوافق حضرتك تماما. يعني عايز أقول لحضرتك حتى في حالات الكسور مثلا أو كده، هو حتى طبيب العظام لما بيقرر إن هو يعمل عملية أو كده، بحيث إن هو كل تفكيره بيبقى حاجة واحدة، إن المريض ما ينفعش يقعد في السرير لفترة طويلة. تمام. يعني لازم يتحرك في أسرع وقت. فدوت أهمية العلاج الطبيعي وأهمية الحركة، لأن هو كبار السن عامة لو استمر إن هو مثلا في السرير فترة مثلا أسبوع، عضلاته بتضعف بصورة يعني سريعة جدا. فلازم يعني الايرلي موبيليتي أو الحركة بسرعة جدا بالنسبة للحالات اللي هي الكسور أو الحالات الإصابات بتبقى مهمة جدا، وخاصة في كبار السن. أستاذ هيثم محمد، الحديث جدا شيق معك وجدا ممتع، وشكرا على جد المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، وشكرا على وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية.
الله يخليك، ألف شكر وصباح الخير. وآخر فقرة لليوم بتكون عن الصحة النفسية. منظمة الصحة العالمية سمت الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع كل فرد إدراك إمكانياته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في المجتمع المحلي. العديد من المجتمعات منها المجتمعات العربية يصنفون المريض النفسي، يعني يحطونه في خانة أنه عنده وصمة، واللي عنده مرض نفسي عنده وصمة مجتمع وما يقدر يبوح بما يعانيه من هاي الحالة النفسية اللي ساعات يحتاج أنه يروح للطبيب النفسي ويتكلم عن مرض النفسي خوفا من هذه الوصمة. معانا اليوم راح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يشرفني ويسعدني أن نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول صحة عامة في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور وشكرا لاستضافتكم. دكتورة لو شوية تحدثين عن أهم الأسباب النفسية بشكل عام، عن أسباب الأمراض النفسية. نعم، مثل ما تفضلتي الصحة النفسية، مثل ما تفضلتي في تعريفك كفيتي ووفيتي، بس أحب أقول إن الأمراض النفسية الناس تشوفها بطريقة أنها مختلفة عن الأمراض الجسدية، وهذا الشيء يسبب لنا الوصمة. شو يعني وصمة؟ وصمة يعني عار فضيحة. يعني مثلا الواحد إذا فيه ضغط دم هذا مرض جسدي صحيح؟ صحيح. هل هالشيء عيب؟ هل هو يعني عار عليه أنه في ضغط دم؟ لا، شيء طبيعي يستوي مع تقدم في السن، يستوي بسبب ترسبات في الأوعية الدموية، يستوي ضغط دم وناكل دواء وإن شاء الله بنكون بخير. نفس الشيء المرض النفسي له أسباب مختلفة مثل المرض الجسدي بالضبط. ساعات أسبابه اضطراب في الهرمونات، ساعات أسبابه نقص في مواد معينة، يعني مثلا نقص في الفيتامين دال، نقص في مجموعة فيتامينات ب، ساعات يكون بسبب عوامل بيولوجية، مثلا حجم الدماغ عند الناس اللي عندهم شيزوفرينيا أو حالة انفصام في أماكن معينة مختلف عن حجم الدماغ الناس اللي ما فيهم انفصام. وفي طبعا أكيد عوامل أخرى اللي هي العوامل الاجتماعية والضغوط النفسية والمرور بحالة من الصدمة بسبب فقدان وظيفة أو بسبب فقدان ناس يعني عزيزين علينا أو هكذا. ففي هي مجموعة من العوامل، مجموعة من العوامل الجسدية ومن العوامل النفسية. من المهم أن نحن نفهم أن مثل ما نحن ما نعيب على الإنسان، ما نعيب على الإنسان أنه مصاب بضغط الدم، ما نعيب على الإنسان أنه عنده اكتئاب، ما نعيب عليه أنه عنده القلق العام بالضبط. ما نعيب عليه أنه في لا قدر الله في الصام مثلا، ما نعيب أنه الطفل عنده توحد بالضبط. هذا ليس سبب للعيب والعار. الوصمة هو يعني مثل العار، نقول لا هذيل ناس شسمة مختلفين عنا وتصرفاتهم مختلفة عن التصرفات الشائعة، أحسن ما نقربهم. ما هو إن يعني طريقة تغلبنا على وصمة العار هذه إن نتم نوعي المجتمع إن هذا الشيء ترى ليس بعار، إن هذا يعتبر مرض حالة حال باقي الأمراض الجسدية الأخرى. وهني في دور ملقي على ذوي المريض النفسي والمقربين منه عشان يعطونا الدعم اللازم ويشجعونا على العلاج وإن ما يخجل من هذا المرض دكتورة. يعني تعطينا شوية بعض النقاط عن الدور الملقى على المقربين للشخص نفسه. الله ينور عليك، قلتي كلمة وايد حلوة. هي يعني هذه الوصمة هي عبارة عن مجموعة من المواقف والمعتقدات السلبية التي تخلي الناس تفصل المريض النفسي عن محيطه المجتمعي وتنبذه
فما تحب تتواصل وياه اجتماعيا أو ما تعطيه حتى فرصة عمل. إذا وحدة استوالها اكتئاب ما بعد الولادة، والله أنا ما أعطيها فرصة عمل علشان يمكن هي ما بتنتج وما بتشتغل عندي في المكتب، لا. إن شاء الله تتعالج وترد تشتغل وتكون موظفة وكفؤ، وهم كفؤ مثلهم مثل غيرهم، كفؤ في الإنتاجية داخل الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل. بس أحب أقول عن يعني نوع معين من الوصمة. الوصمة، واحد من أركان الوصمة هو السلطوية. أيوة. فإذا نتكلم شوية عن السلطوية، يعني مثلا شو يعني السلطوية؟ مثلا واحد يفكر عن المريض النفسي يقوم يقول والله المريض النفسي أول ما تطلع عليه علامات المرض النفسي لازم نحطه في مستشفى الأمراض النفسية ولازم يتموا يعني. أيوة. ليش؟ لا، في أمراض نفسية تعالج بينما الإنسان في محيطه، وهذا أفضل له وللمجتمع ولأسرته أيضا. في أمراض نفسية ساعات تحتاج فترات أن نوديهم المستشفى، يركضون في المستشفى مثل ضغط الدم، ويالس ويا أهله ويالس في بيته، يدير الشغل ويشتغل، بس ساعات إذا ارتفع ضغط الدم زيادة عن اللزوم لازم المستشفى يتعالج ويرد. في حالات تتم فترة أطول، نفس الشيء المريض النفسي يتم ويأهله يتعالج في محيطه في مجتمعه في عمله. ساعات بيحتاج إنه يدخل المستشفى، يدخل المستشفى المدة المحددة له. في ناس يحتاجون يتبعون فترات أطول، في ناس يحتاجون حسب الحالة حسب نوع المرض، ويطلعوا مرة ثانية إن شاء الله. يعني اللي تقصدينه دكتورة منى أن مو بكل الحالات تستدعي الدخول إلى المركز المتخصص للعلاج النفسي، في بعض الحالات بإمكاننا يعني أن إحنا نعالجها ونديرها من خلال ممارسة الشخص لحياته اليومية العادية بدون ما أن يضطر أن يوقف حياته ويروح يتعالج ويرجع. الله ينور عليك. هل في نصيحة أخيرة دكتورة منى تنصحينها للمرضى وللمجتمع بشكل عام عن النظرة السلبية للمريض النفسي؟ نحن نبدأ نفسنا نغير، نثقف نفسنا عن المرض النفسي. كل واحد عليه المسؤولية الأولى للإنسان أنه يثقف نفسه ومسؤوليته، وطبعا في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية بعد لها دورها. نثقف نفسنا عن ما هو المرض النفسي، كيف أن المرض النفسي هو مثل المرض الجسدي. المرض النفسي ساعات يكونون تعبانين يصيروا المستشفى، ساعات ما يكونون تعبانين. المرض الجسدي يشتغلون منتجين، يديرون بالهم على أعمارهم، يديرون بالهم على أسرهم، يديرون ينتجون في المجتمع. نفس الشيء المرض النفسي، إذا نستحضر من التاريخ رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل. وينستون تشرشل كان رئيس وزراء بريطانيا في أسوأ أوقات المملكة المتحدة في التاريخ، اللي هو الحرب العالمية الثانية، وكان مصاب بالاكتئاب الحاد. كان عنده مرض نفسي وهو الاكتئاب الحاد، مو بسيط مو بالمتوسط، الحاد. ومع ذلك كان إنسان منتج وقوي، واستطاع أن يقود بلاده ويكون رئيس وزراء، استطاع أن يخرج بلاده من مرحلة الحرب إلى مرحلة النصر. فالمرض النفسي يعني يجب أن نثقف نفسنا ما هو المرض النفسي، في شو أنواعه، كيف نطلب العلاج، متى ما نطلب العلاج. ونحن إن شاء الله متواصلين وياكم دوم إن شاء الله في المنطقة، إن شاء الله أكيد، وإن شاء الله بنسوي برامج إن شاء الله مجتمعية وبرامج مجتمعية في أماكن العمل علشان نفهم الناس، لأن الخطوة الأولى لإزالة الوصمة التوعية. دكتورة منى عبد اللطيف، الحديث معك جدا شيق وممتع، شكرا على وقتك ومعلوماتك القيمة، يعطيك العافية. مستمعينا، وفي ختام حلقتنا نذكركم أن لا تنسون ترتدون كماماتكم طوال الوقت. أشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عن حسن ظنكم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المبدع نمر. معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم في صحة وسلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.